بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنا العميد حيدر حسن ناصر من مرتبات وزارة الداخلية، قيادة شرطة محافظة حمص، رئيس قسم شرطة حمص الخارجي. أعلن انشقاقي عن وزارة الداخلية لتخليها عن شعار الشرطة في خدمة الشعب وعدم قدرتها على حماية المدنيين وللجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ولما شاهدته في محافظة حمص وخاصة في حيي القصور والخالدية. وأضع نفسي تحت تصرف الثورة الحرية والكرامة، وأدعو جميع زملاء الضباط وصف الضباط والعناصر الانشقاق عن وزارة الداخلية والالتحاق بصفوف الثورة السورية المباركة. وأتوجه بالشكر إلى كتيبة سارية الجبل التي أمنت لي الحماية وساعدتني على الانشقاق. عاشت سوريا حرة أبية.